كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن أكثر الأغذية هدرا في السعودية والتي جاء في مقدماتها الأرز ثم الدقيق والخبز، مشيرة إلى أن إجمالي ما يهدر من الغذاء سنويا يتجاوز 4 ملايين طن. ينضم إلينا من الرياض مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة زيد الشبنات. سيد زيد مساء الخير، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. أرقام صادمة، نتحدث عن 40 مليار ريال تكلفة طبعا الهدر الغذائي في السعودية، 4 ملايين طن مهدرة من الغذاء سنويا. ما مدى دقة هذه الأرقام أولا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤسسة العامة للحبوب تشكركم على هذا التفاعل مثل القناة العربية. طبعا الأرقام خرجت وفق دراسة علمية وفق المعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء، دراسة ميدانية شملت جميع مناطق المملكة العربية السعودية، شارك فيها أكثر من 600 باحث وباحثة على أكثر من 33 سلسلة إمداد، شملت 19 سلعة غذائية يأتي مقدمتها الأرز والخبز وبعض الخضار وبعض الفواكه وأنواع اللحوم والتمور. طبعا الدراسة استغرق تجهيز لها تقريبا ما يقارب سنتين متواصلتين، وتمت الدراسة وفق منهجية علمية تحت مسمى منهجية الأثر، تعالج الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسلوكية. حلو، طيب يعني احنا نتحدث عن 2020 إلى 2022، 4 ملايين طن هذه سنوية، و40 مليار أيضا هي قيمة ما يهدر، ومتوسط نصيب الفرد منها 184 كيلوغرام سنويا. أي نعم، الدراسة طبعا شملت محورين، محور الفقد ومحور الهدر. فاللي نتكلم عنه الآن، لا خلينا في الهدر. نعم، الهدر الغذائي طبعا يمثل من 33.1 يمثل 18.9% نسب للإنفاق الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية بمقدار 214 مليار ريال سنويا وفق الهيئة العامة للإحصاء. فطبعا خرج للأسف قيمة ما يهدر من الغذاء سنويا 40 مليار ريال أو أكثر من 40 مليار ريال سنويا وفق طبعا دراسة المؤسسة العامة للحبوب. طيب هذه المؤسسة يعني خلينا نقول رصدت من خلال هذا البحث المشكلات، لكن ماذا عن إيجاد الحلول؟ من هو المسؤول عن إيجاد الحلول لوقف هذا الهدر الغذائي الكبير؟ نتحدث عن 4 ملايين طن من الغذاء سنويا. طبعا أخوي نايف الله يسلمك، الدراسة يعني هي أهم مرحلة من المراحل، لأنها تحدد لنا خط الأساس ومن خلاله ننطلق إلى معالجة الخلل اللي طبعا حيكون وفق نتائج الدراسة. طبعا أنهينا المرحلة الأولى والآن شرعنا في المرحلة الثانية، المرحلة التوعية الإعلامية حتستمر بإذن الله، هي طبعا انطلقت من أكثر من 4 شهور وحتستمر مدة 2 بهدف تحسين مستوى الوعي لدى المجتمع. طيب. ممتاز، رفع السلوك طبعا الشرائي والاستهلاكي. اليوم أنتم من خلال هذه الدراسة يعني من يتحمل هذا الهدر بالمرتبة الأولى؟ هل يتحملها الأفراد؟ هل تتحملها المطاعم مثلا؟ لو شخص مثلا راح لمطعم واشترى أي وجبة تلاقي ما يقدم له من خبز أو رز أو غيره يعني زيادة عن حاجته بكثير، فهل أوجدت الحلول لهذه المشكلة؟ وفي الأساس من يتحمل المشكلة، الفرد أو المجموعات، المطاعم أو الفنادق أو غيرها؟ طبعا
طبعا اخوينا الله يسلمك، لو اتينا ان الفرد هو عامل مشترك في جميع القضايا، سواء في المنزل او في الفندق او في قاعات الافراح او في المطاعم، هو اللي يحدد طبعا الاستهلاك. لا نقبل جانب برضه زياده المعروض في الفنادق، احيانا في البوفيه المفتوح تكون زياده غير مقدره وغير متوافقه مع طبعا من يقطنون هذه الفنادق، وبرضه عدد الوجبات والفتره اللي فيها الاستهلاك. طبعا اللي يتحمل انا اقدر اقول مكون المجتمع كامل بشكل عام، والحل بيد الله سبحانه وتعالى ثم يد طيب افراد المجتمع بشكل خاص. في المنتجات اللي تتصدر قائمه الهدر في المملكه، هذا عبر حسابكم في تويتر، قلت بان الارز في المرتبه الاولى بنسبه 31%، يليه الدقيق والخبز بنسبه 25%. انت تعلم ايضا، انت ايضا كمان تعمل في المؤسسه العامه للحبوب، وتعلم جيدا سيد زيد انه اليوم في ازمه عالميه فيما يخص الحبوب وخصوصا في القمح، تضررت منها دول كثيره، ربما حتى دول عربيه، وشاهدنا الكثير من تقارير الزملاء من هذه الدول على الشاشه العربيه وغلاء الاسعار فيها بسبب الازمه في اوكرانيا. بالنسبة لوضع السعودية اليوم فيما يخص الحبوب، فيما يخص أيضا المخزون، فيما يخص الاحتياطي أيضا، كيف يمكن تقييم الوضع؟ الحمد لله، طبعا الأزمة هذه ألقت بظلالها على المجتمع الدولي كاملا طبعا، لكن المملكة العربية السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب كانت تمشي وفق معيار محدد يتوافق لمخزون استراتيجي يكفي لفترة معينة. والحمد لله المؤسسة، يمكن شاهدته في الموقع المؤسسة، أنه تم طرح طبعا مناقصات لتأمين كميات من القمح، والحمد لله المخزون بفضل الله يكفي، ولا ونقول بإذن الله يطمئن الجميع، المخزون بإذن الله راح يغطي وتنتهي الأزمة على الأخير. بعد ما طرحت المناقصات، وش اللي حدث أيضا؟ ما حدث شيء، بس لان انا اقول الكميات متوفره والطرح مستمر وفق جدول زمني مخطط له، يعني في تنويع مصادر، في تنويع مصادر استيراد من دول اخرى، وهذه من طبعا الآلية اللي تنتهجها المؤسسه بتنويع المصادر من عده دول وليس في دوله معينه، وهذا اللي طبعا الحمد لله وضع الوضع في المملكه العربيه السعوديه في توازن. شكرا جزيلا لك من الرياض. انضم إلينا مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة زيد الشبانات، شكرا جزيلا لك.